قمتين سلبيتين من يونايتد وتشيلسي وليستر والسيتي، وارسنال بينهي الدور الاول متصدر، ليفربول بيفوز على ساندرلاند. متابعينا اهلا وسهلا بيكم في استوديو البريمير ليج. قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر يونايتد وتشيلسي بدون أهداف. المباراة شهدت العديد من الفرص ما استغلهاش لاعبي الفريقين، بالإضافة لتألق الحارسين ديخيا وكورتوا اللي نجحوا إنهم يحافظوا على نظافة شباكهم خلال ال 90 دقيقة. بالنتيجة دي يكون مانشستر يونايتد محققش أي فوز خلال شهر ديسمبر. وبنفس النتيجة انتهت مباراة الصراع على الصدارة بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي. النتيجة دي خلت ليستر في المركز الثاني 39 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، والسيتي في المركز الثالث وراهم ب 36 نقطة. أرسنال استغل تعثر ليستر والسيتي وخطف الصدارة بعد ما فاز على بورنموث بهدفين مقابل لا شيء. أحرز الهدفين المدافع جابرييل من مقصية رائعة والمتألق أوزيل. وبكده يكون بيتر تشيك اكتر حارس حافظ على نظافة شباكه في تاريخ البريمير ليج ب 170 مباراة. ليفربول قدر يفوز على ساندرلاند بهدف وحيد سجله البلجيك كريستيان بنتكي في الدقيقة 46، عشان بكده يكون بنتكي جاب لليفر هدفين بست نقاط في اخر مباراتين. دلوقتي سيبكم مع ترتيب الدوري الانجليزي، فريق الاسبوع احسن 3 جوان.